السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، مرحبا، الحمد أهلا لله. وسهلا. الله يخليك، الله يكرمك. نسيتيني، راه تكلمت معاك وما كملتيش معايا الحوار من والله شوية الصباح، صباح. فاكرني؟ لا ما فاكر والله، لما كلمتني. تكلمنا على السمنة قلت لك أنا السمنة ودرت عملية، 2 عمليتين. افتكرتك كده، انت غيرت اللبس اهو، غيرت اللبس دلوقتي، بقيتي شخص تاني مختلف. غيرته. شتي انت دكتور وكتنسى، انا ما نسيتكش. لا لا، الدكتور كلم النهارده ما لا يقل عن 30 شخص. مسكين، والله يسهل عليك. يعني كلمت ناس كتير جدا، فمن كتر ما كلمت ناس ما مش واخد بالي، يعني مش متذكر بالظبط الاشكال. انا بقول انا شفتك، لكن انت غيرت النيو لوك ولبست لبس جديد وقعدت في خلفية مختلفة وعملتي شوية حركات، فطبعا انا اكيد في بعض الحاجات ممكن تتوه مني يعني. لان جاو عندي العائله ولبست عليا البلدي، انتم تقولوا البلدي، انا لبست البلدي. ايوه، تمام. انا النهارده انا برضو الله يكرم. هخليكي، يعني هديكي شوية نصايح في البداية للتخسيس، حاجات بسيطة وفي البيت وممكن تعمليها تبقى دفعة قوية جدا ان احنا ننزل في الوزن. اول حاجة بقولها وبقولها لكل الناس في كل مكان في العالم، وقلتها 100,000 مرة، وديت المرة دي هتكون المرة 100,001، احفظي بقى عشان اللي بعدك يبقى 100,002. تمام. شوف شوف، ابغي النصيحة، ابغي اخف شوية من السمنة. شنو اكل الماكلة؟ الاكل شنو اكل؟ والله ما انا هقول لك اهو، اصبر عليا. انت مستعجل، اعتمد على ايش في الاكل؟ انت مستعجله على ايه؟ اعمل رياضة ولا ايش، ولا انقص؟ هقول لك على بعض الاسباب اللي بتسبب لينا زياده في الوزن في البدايه عشان نبدا نقلل منها، وبعد كده هقول لك على نصايح فعليه ممكن تساعدنا في ان احنا ننزل في الوزن. لكن الاساس مش حيكفي الوقت، الصباح ما كفى الوقت، ما أخذت أي هنكمل معلومة مع يعني بعض. انت استفدت هتسيبيني؟ منها. هنكمل مع بعض. انت عايزة تسيبيني ولا نكمل؟ يبقى كملي تكرار. لا كمل لي، تمام. كمل لي، كمل. اول حاجة بنتكلم فيها من اسباب زيادة الوزن، اول حاجة بنقول تناول الكثير من المشروبات الغازية ومشروبات الكافيين ومشروبات الطاقة اللي بتحتوي على السكريات، لان 1 ملي فقط من المشروب الغازي بيدينا 7 سعرات حرارية. يعني انت تخيلي 1 ملي، تخيلي لو انت بتشربي مثلا عبوة صغيرة كده 500 ملي، اضربي 500 في 7، يعني حتى لو انت ماشية على نظام غذائي وبتلعبي رياضة وبتعملي كل حاجة عشان تنزلي في الوزن، كل ده ملوش اي لازمة اذا كنت بتاخدي حاجات ممكن تديكي سعرات حرارية عالية جدا. فاول حاجة عايزين نبعد، ممنوع المشروبات الغازية، ممنوع مشروبات الكافيين. مش هقولك ممنوع مشروبات الكافيين، لكن على الاقل مثلا وليكن بنخلي في مثلا الشاي او القهوه او النسكافيه حد اقصى 2 او 3 في اليوم. لو بالنسبه للسكر حد اقصى 3 معالق سكر صغيره مرحبا مثلا بك وليكن. الشوقة، شرفتي. سمعاني؟ زيد أنا كنسمع، كنسمع. حد اقصى مثلا وليكن بالنسبه للسكر 3 معالق في اليوم، يبقى دي كده النصيحه رقم واحد. تاني حاجه، العوامل الوراثيه ممكن يكون لها عامل، لكن احنا مش عندنا عوامل وراثيه. انا افتكرت القصه دلوقتي واحنا عندنا حاله من المأساة. فاول حاجه طبعا يعني نتذكر ان الله عز وجل يرانا، الكلام ده ديني لكن هو يحمل في معناه حاجات كتيره جدا، اللي هو ان ربنا شايفنا وعارف البلاء هو اللي ابتلانا. ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، فان صبر فاصطفاه، وان رضي اجتباه. فان الله اذا احب عبدا، ربنا بيحبك علشان كده ابتلاكي شوية في البداية وخد منك حبيبك اللي انت عايشة طول حياتك معاه. وبعد الحمد كده لله اخويا، الحمد لله. وبعد كده عارف ان ربنا هيكرمني وهكلمك النهارده عشان اقولك فان صبر اصطفاه، ربنا يستفيقي ويختارك ان انت تبقى ملهمه لناس بعدك. يعني انت الصبر، احنا مش يعني خلينا نكمل مع بعض الاول عشان ما ننتهش. كملي، اضغطي تحت. خلاص حتروح، لا حتروح. اضغطي تحت، اضغطي في الاخضر، اضغطي في الاخضر بسرعه. تمام.
يبقى احنا يبقى النقطة يبقى النقطة إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فربنا ادانا ابتلانا، فاحنا هنصبر. ربنا شايفنا، ربنا مطلع علينا دلوقتي وشايفنا وعارف كل لحظة، وعارف إن أنا بكلمك دلوقتي، وعارف إن أنت حياتك هتتغير، وعارف إن أنت بتمر بلحظات صعبة في حياتك، لكن أحيانا بيدينا هدايا. من ضمن الهدايا إن مثلا ربنا يكرمني إن أنا أشوفك، إن أنت تشوفيني، إن أنا ممكن أقول معلومة من هنا تغير، يعني مثلا وليكن تبقى تهون عليكي انت مثلا، وليكن انت مثلا وليكن حكيتي لي القصه، قصه معاناه، انت تعرفي ان الشخص اللي قاعد قدامك ده اكتر شخص مر بمعاناه في حياته، بالرغم ان هو سنه مش كبير مثلا وليكن، لكن لو جيتي بصيتي على الصبر او على الحاجات اللي حصلت في حياتي، لو مثلا انا بقالي 3 سنين مثلا ما شفتش اهلي بشكل تام، بقالي اكتر من 3 سنين، 3 سنين ونص مثلا ما شفتش اهلي بشكل تام، فقط قريبا بدات امي مثلا وليكن تخش على وسائل التواصل الاجتماعي وبدات تتواصل معاها، لكن قبل كده كان التواصل كان صعب، وكان كان تقدري تقولي ان هي حاجه صعبه، عامل بالظبط ان انت فكره ان انت ممكن الشخص يكون معاك لكن انت مش عارف ان انت توصل له، ما بالك بقى طبعا انت المصيبه. انا عايز اقول لك مثلا وليكن انا كان مثلا حلمي مثلا ان انا اوصل لشيء معين، بس انا مش هحكي لك تفاصيل لقصص في حياتي، لكن انا هقول لك بس المغزى من هذا الامر. انا لو ما كانش حصل مصيبه في حياتي مره ما كنتش طلعت في التلفزيون المصري، لو ما كانش حصل مصيبه في حياتي ما كنتش رحت السودان وطلعت في التلفزيون السوداني، لو ما كانش حصل مصيبه في حياتي ما كنتش جيت تركيا، وما كانش دلوقتي انا قاعد في تركيا، وما كنتش طلعت في التلفزيون المصري اللي موجود في تركيا، وان كمان بيجي لي مثلا فرص ان انا اطلع في التلفزيونات في التلفزيون التركي او كده. الشاهد من الموضوع المصيبه احيانا بتبقى منحه من الله عز وجل، يعني بتبقى منحه، يعني بيقول لك لكل محنة منحة، ربنا أحيانا بيدينا محنة في حياتنا، بس لو احنا صبرنا هتكون المنحة، لو ما صبرناش ومرضناش بقضاء الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فاحنا ما قدامناش اللي احنا نشكر الله عز وجل، الحمد لله على نعمته. دي مهمة جدا، الحالة النفسية لها دور كبير جدا في العلاج. لو أنا عايز أخس أول حاجة لازم حتة الحالة النفسية بتاعتنا تبقى كويسة، الحالة النفسية بتاعتنا تبقى كويسة إن أنا أرضى بقضاء الله عز وجل، يا رب أنا عارف إن أنت شايفني دلوقتي، وعارف أنت اللي ابتليتني وأنا صابرة، وعارف إن أنت هتكرمني، أو عارف إن أنت في منحة من الله عز وجل. دي كده الحالة النفسية، الحالة النفسية لازم نظبط الحالة النفسية بتاعتنا، لازم نتقرب من ربنا أكتر، نصلي، نعمل أي حاجة ممكن تخلي علاقتنا بينا وبين ربنا كويسة، لأن الحالة النفسية بتاعتنا لو كويسة هرمون الكورتيزول اللي هو أما الشخص بيبقى حالته النفسية سيئة بيزيد في الجسم، الشخص بيزيد في الوزن، أما حالتك النفسية بتبقى سيئة هرمون الكورتيزول بيزيد في الجسم، لو زاد في الجسم الشخص بيبقى بيزيد في الوزن. فاحنا تاني حاجة قلنا أول حاجة نبعد عن مشروبات الطاقة، تاني حاجة نظبط الحالة النفسية بتاعتنا ونخلي علاقتنا بربنا نحسنها، نعمل أي حاجة ممكن ربنا بيها يرضى عنا ويفك الكربة اللي موجودة عندنا، ربنا هو اللي ابتلانا هو اللي بإيده يفك الكربة اللي موجودة عندنا، فنتعلق بيه حالتنا النفسية تتحسن، هرمون الكورتيزون يقل، لو قل في الجسم هيساعدنا ان احنا نخس. دي كده النقطة رقم 2. النقطة الثالثة برضو بنقول البعد عن الأطعمة الجاهزة، البعد عن الأطعمة الجاهزة، الأطعمة الجاهزة أو المعلبة أو المصنعة اللي بتحتوي على دهون مشبعة بكميات كبيرة، دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتسبب زيادة في الوزن، الأطعمة المعلبة والجاهزة والمصنعة اللي بتحتوي على دهون مشبعة، دي كلها حاجات أيضا بتسبب زيادة في الوزن. إيه تاني؟ البعد عن السكريات والحلويات، وأيضا الإفراط في تناول الكربوهيدرات زي النشويات مثلا الرز والمكرونه والخبز الابيض بشكل كبير جدا، نحاول قدر الامكان ان احنا نعمل تقنين للنشويات بشكل كويس، لكن مش بقول نمنعها، لكن بقول تكون بكميه قليله في الاكل بتاعنا. دي كده النقطه رقم 4. لو ما بنمارسش رياضه محتاجين ان احنا نلعب رياضه، الرياضه يا جماعه خلينا نكمل مع بعض، اضغطي تحت.
في الاخضر، اضغط في الاخضر تحت. إيه؟ لو احنا ما بنمارسش رياضة لازم نمارس رياضة. هديكي الرياضة دي، تعالي لازم تبقي فاهمة هرمون. لو الشخص تعيس، لو الشخص تعيس وعايز سعادة يلعب رياضة. ليه؟ ليه؟ لو الشخص بيعاني من اكتئاب يلعب رياضة، لو الشخص عنده أرق يلعب رياضة، لو الشخص ما بيعرفش ينام كويس يلعب رياضة، لو الشخص ليه الرياضة؟ يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ليه؟ علشان نلعب رياضه. طب نلعب رياضه ليه؟ لان الرياضه بتخلينا نفرز ثلاث هرمونات: هرمون الاندروفين، هرمون الدوبامين، هرمون الاندروفين والدوبامين والاكسيتوسين، وفي واحد كمان الدوبامين، الاندروفين والدوبامين والاكسيتوسين. ثلاث هرمونات دولت بنسميهم هرمونات السعاده. اما الشخص بيلعب رياضه الثلاثه بيتم افرازهم، فثلاث هرمونات للسعاده بيفرزوا في الجسم. مش تخيلي ثلاث هرمونات بيفرزوا في الجسم. عشان كده الشخص ما بيلعب رياضه او بيمارس مجهود بدني، لو انت مثلا بتعملي شغل في البيت، لو انت تعبانه شويه وبعدين تعملي شويه شغل في البيت تحس ان انت استريحت شويه، لو انت حاسه بارق شويه وبعد كده تعملي اي حركه في البيت تحس ان انت استريحت شويه، مش صح بيحصل الكلام ده؟ ايوه صح. يبقى قلنا ممارسة الرياضة، ممارسة الرياضة برضو مهمة جدا. اضطرابات النوم هنظبطها بالرياضة. ايه تاني؟ نقول ايه تاني؟ خلينا اديكي بقى الحاجات الجوهرية اللي انا بديها لكل الناس. النقطة الأولانية، عايزين نخس شرب المية. 70% من الجسم بتاعنا مية، 90% من الدم بتاعنا مية. المية هي الوسيلة الأساسية، المية هي الوسيلة اللي بتنقلنا جميع العناصر الغذائية لجميع خلايا الجسم. المية يعني، المية يعني صفر سعرات حرارية. المية يعني 70% من الجسم بتاعنا مية، 90% من الدم بتاعنا مية، 23% من العظم بتاعنا مية، 70% من العضلات بتاعتنا مية. المية هي الحياة. يكفي قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكأن الخلايا لا تستطيع أن تعمل بفاعلية بدون الماء. فالماء هي الحاجة الحيوية اللي هتخلينا نخس. بس هناك طريقة لشرب المية لو عايزين نخس. ممنوع شرب المية أثناء الوجبة أو بعد الوجبة مباشرة. شرب المية يكون قبل الوجبة بنصف ساعة أو بعد الوجبة ب 40 دقيقة أو ساعة أو ساعتين، ما فيش مشكلة. بس على الأقل الموضوع ده مهم جدا. لو عايزة تخسي شرب المية، شرب المية. لأن لو هنقفل بكده على شرب المية يكفيكي، يبقى رقم واحد شرب المية. النقطة التانية برضو يعني نقول نقول ايه تاني؟ نقول طبق السلطة خماسي الألوان بتاع الدكتور أحمد عطية الدهشان. ما هو طبق السلطة خماسي الألوان بتاع الدكتور أحمد عطية الدهشان؟ بيحتوي على خمس ألوان رئيسية. ركزي معايا: اللون الأبيض الثوم والبصل، اللون الأخضر الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجلة والكابوتشا والأيسبرج، اللون الأحمر زي البنجر أو الشمندر، اللون البرتقاني زي الجزر، اللون الأصفر زي الليمون والفلفل الأصفر. طبق السلطة خماسي الألوان بتاع الدكتور أحمد عطية الدهشان يكون موجود على الأقل في الوجبة الدسمة بتاعتنا، على الأقل لا يكون نص الوجبة بتاعتنا طبق السلطة خماسي الألوان. لو قدرتي تبدأي بطبق السلطة خماسي الألوان، وقبل ما تبدأي الوجبة بتاعتك تشربي الكوبايتين مية الجمال كده، أنا بوعدك إن أنت بتكوني قطعتي شوط كويس جدا في التخسيس. دي كده النقطة التانية. بعد كده ما بنيجي نتكلم على النظام الغذائي، طبعا النظام الغذائي بيختلف من شخص للتاني، كل شخص على حدة، على حسب وزنه وسنه وطوله وحالته الصحية، وبيصحى الساعة كام وينام الساعة كام، ويعني نمط حياته بشكل عام. لكن أنا هقول لك يعني هقول لك على بعض الأشياء. يعني نقول إيه مثلا؟ يعني مثلا هقولك على بعض الحاجات اللي مثلا ممكن تفيدنا في التخسيس. ايه مثلا الحاجات اللي احنا مثلا وليكن نقولها؟ احنا قلنا يعني ما أكل خبز فيه نشويات، فيه سكريات. يعني مش بقولك ما تاكليهوش، لكن بقولك قلليه.
قال لي ليه؟ يعني مثلا وليكن الوجبه بتاعتنا انت بتاكلي رغيف او بتاكلي رغيف خبز اسمر مثلا، كملي. يعني مثلا انت بتاكلي مثلا رغيف خبز اسمر، لا نخليه مثلا نص رغيف. لو احنا مثلا بناكل طبق رز، هقولك على شويه حيل حلوه كده تخلينا نخس. بدل ما بنستخدم مثلا الاطباق بتاعتنا العاديه مثلا طبق الرز العادي، لا نجيب الاطباق بدل الاطباق الغويطه مثلا نستخدم الاطباق المسطحه. الاطباق المسطحه نستخدمها، ما نستخدمش مثلا الاطباق الغويطه، بالذات في حاجات النشويه زي الرز والمكرونه والعيش. لا يعني العيش تمام احنا اتفقنا عليه، بناخد منه كميه صغيره، ربع رغيف نص رغيف حاجه بسيطه، لكن ما ناخدش مثلا منه كميه كبيره ولا حاجه. ده كده بالنسبه لي بالنسبه لي الخبز. هقول لك على يعني يعني بعض يعني تغيير السلوك ونمط الحياة مهم جدا لو احنا عايزين نخس. بنتكلم على أهمية النوم ليلا، لو احنا عايزين نخس نتكلم عن أهمية النوم ليلا. يعني ايه النوم ليلا؟ يعني ممنوع النوم بالنهار، يعني النوم بالليل. هرمونات الحرق وهرمونات التمثيل الغذائي بتفرز ليلا، فالناس اللي بتنام كويس هرمونات الحرق بتفرز عندهم، لكن الناس اللي ما بيناموش كويس وعندهم أرق وما بيعرفوش يناموا كويس، الناس ديت هرمونات الحرق لا تفرز ليلا بالنسبة لهم، فبيكون عندهم بيزيد الوزن عندهم. فبنعمل ايه؟ يبقى ننام كويس. مش عارفين ننام كويس نعمل ايه؟ ناخد أغذية بتحتوي على عنصر المغنيسيوم علشان ننام كويس. عنصر المغنيسيوم موجود فين؟ موجود في اللوز، موجود في الأفوكادو، موجود في السبانخ، موجود ايضا في السبانخ. الثلاث حاجات دولي نقدر نقول لو احنا ما بنعرفش ننام كويس ممكن ندخلهم ضمن النظام الغذائي بتاعنا علشان نعرف ننام كويس. انا مش عارف اوفر الحاجات ديت في النظام الغذائي، طب اعمل ايه؟ اروح اجيب من الصيدلية بشكل بسيط المغنيسيوم، واخد حبة قبل النوم، اجيب كبسولات المغنيسيوم، يفضل مغنيسيوم سيتريت، نجيب مغنيسيوم سيتريت وناخد حبة قبل النوم، هيخلينا ننام نوم مريح ونوم عميق ونصحى فايقين، وهرمونات الحرق والتمثيل الغذائي تفرز اثناء النوم كويس، فبالتالي يساعدنا طول اليوم ان احنا نخس. النقطة اللي بعد كده برضو بنتكلم عن وجبة الفطار. لابد ان نعتبر وجبة الفطار بتاعتنا وجبة مقدسة، وجبة الفطار، لان احنا ما بنبدأ وجبتنا وجبة الفطار بتاعتنا ونضعها كوجبة مقدسة بنحفز الجسم ان هو يحرق طول اليوم. فالناس اللي ما بتفطرش كويس الحرق بتاعها بيكون اضعف من الناس مثلا اللي بتاكل بشكل عشوائي. النقطة اللي بعد كده أيضا علشان نخس، إن ما بين وجبة الفطار وبين نضع مواعيد ثابتة للوجبات، يعني نضع مواعيد ثابتة للوجبات، يعني وجبة الفطار بميعاد ثابت، وجبة الغداء بميعاد ثابت، وجبة العشاء بميعاد ثابت. القاعدة بتقول إيه؟ مواعيد ثابتة بيساوي حرق سريع، مواعيد ثابتة بيساوي حرق ثابت. لو احنا عايزين نحرق يبقى احنا عايزين مواعيد ثابته، يعني وجبه الفطار تبقى الساعه 8، وجبه الغداء تبقى الساعه 2، يبقى وجبه العشاء الساعه 8، وما نعديش الساعه 8 كوجبه العشاء. نحاول قدر الامكان يكون بين وجبه الفطار ووجبه الغداء 6 ساعات، ما بين وجبه الغداء ووجبه العشاء 6 ساعات. عايزين نحفز الحرق اكتر نحط وجبات صغيره مثلا زي ثمره فاكهه او مكسرات او اي شيء يتحط ما بين وجبه الفطار وبين وجبه الغداء، وما بين وجبه الغداء ووجبه العشاء يتحط وجبه خفيفه تانيه. ايه تاني يا دكتور احمد؟ بشكل بسيط برضو ممكن اقول لك على بعض الحاجات التانية. مثلا طبعا الابتعاد عن الاطعمة الغنية بالدهون المهدرجة والوجبات السريعة، زي ما احنا قلنا في البداية الوجبات السريعة والحاجات المحفوظة كل هذه الاشياء نبعد عنها. طبعا النشاط الرياضي عشان نحفز الهرمونات بتاعتنا. ايه تاني ممكن مثلا وليكن نتكلم فيه؟
اعتقد كده انا قلت لك اهم الحاجات. وطبعا انت لو عايزه بقى توصلي لنتيجه اسرع وافضل، طبعا تروحي لدكتور تغذيه قريب منك يعمل لك نظام غذائي تمشي عليه بشكل اسبوعي، وتنزلي بشكل تدريجي على، ويحسب لك السعرات الحراريه على حسب وزنك وسنك وطولك وحالتك الصحيه.